السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ السلام عليكم يا ستات، برضه عاملين ايه؟ انا النهارده كده باختصار، انا هنطبخ سمكه الاسكيماتشي. الاسكيماتشي السمكه دي اسمها اسكيماتشي او اسمها خرمان، في ناس بتقول عليها عصعوص. هي موجوده بس مش موجوده بكميات، يعني قليل خالص لما تروح على فرش سمك وتلاقيها، وما بتظهرش على طول. السمكه دي مثلا عندنا احنا هنا في البحيره بالاخص في رشيد ما يعرفوهاش وما بيحبوهاش. السمكة دي يا جماعة للعلم بالشيء سعرها بيعادل سعر البلطي، ولكن القيمة الغذائية بتاعتها بتختلف خالص عن الايه؟ عن البلطي. هنطبخها النهاردة كده، النهاردة صيادية ان شاء الله بطريقة ظريفة. انا مش متعود نعمل الفيديوهات دي بس من عند بقى ايه؟ قنوات الطبخ اللي هم اخواتي وحبايبي برضه. بص يا جماعة، معلومة صغيرة كده، اي سمكة الكتالوج بتاع التنظيف بتاعها بيبدأ من هنا من المخرج ده. المفروض ان احنا هنبدا من المخرج ده، هنفتح السمكه، هننزل احشائها. اي سمكه بقى بنفس الطريقه دي. السمكه لو ليها قشره بننظف القشر ببساطه كده، لو ملهاش قشره بنطبخها زي ما هي، لان في سمك بيبقى املس. خلونا معايا نخلف الكاميرا، يلا بينا من هنا كده يا جماعه اهو. طبعا انا هنطبخ السمكه دي صينيه يا جماعه، بنحضر بصل وثوم وطماطم وفلفل كله نايف ناي زي ما بنقول. والبهارات بتاعتنا انا بنحبب بهارات السمك او تتبيله السمك تكون مختصره على الكمون والشطه، ولو مثلا شويه فلفل ابيض، اي حاجه تانية يعني بس بنسب قليله، ولكن الاساسي معايا في طبق السمك الكمون والشطه. ثانية واحدة بس هننضف الثانية وهنرجع له. بعد ما فتحت الأحشاء أنا معايا سمكتين بس هنطبخهم النهاردة. السمكتين دول على البركة يعني معديين كتير. طبعا الغسلة بتاعتنا الغسيل بقى إيه؟ مش قصة يعني. بص يا جماعه، انا عندي مشكله دايما مع ام يحيى لما ندخل المطبخ. هي طبعا اللي بتقطع الحاجه وبتظبطها، وبنيجي انا نعمل نحط التاتش بتاعها فبتقول لي هي اللي طبخت. هو يا جماعه في شيف كوك بالله عليكم بيقطع بصل، الشيف كوك ده بيجي يحط اللمسه بتاعته وخلاص، يبقى كده انا اللي طبختها ولا هي؟ بص يا جماعه، ام يحيى طبعا الله يبارك لها مقطع لنا هنا البصل، الثوم، شويه طماطم، طبعا بصل كتير من ابو 50 جنيه الغالي ده الحلو ده، وشويه الزيت. بنيجي انا بنعمل ايه؟ بناخد مثلا ايه الجزء ده كده، كنت مجهز كل حاجه في الصينيه اهيت. الجزء ده كده بنخليه تحت في الصينيه، ونمسك السمكه بتاعتي الحلوه نعملها ازاي كده يا جماعه. السمكة اللي بعد منها كده يا جماعة اهو ما شاء الله. والبصل ده بنيجي ايه حاطه كده فوق منها. وبرضه هندخل الصينية في الفرن وام يحيى تراعيها برضو، مش كده يبقى انا اللي طبخت ولا هي؟ هنرجع لكم لما السمكه تستوي ان شاء الله في الفرن. ودي يا جماعه كانت نهايه سمكه المنقار الشرسه، دي نهايه الصينيه. عايزين حاجه؟ على السلامه.